البحار في الزمن العمل الجديد لكاراكلا لعيد الستين لبعلبك هو مستوحى من حضارات طريق الحرير ومن الحضارة الإنسانية، إنه عالم واحد إنسان واحد بالنهاية، وكيف هالجسر الثقافي هالجسر الحضاري ما بين الغرب والشرق بعده لليوم مأثر علينا. صرنا 3 سنين نحضر العمل هيدا لنفتتح فيه مهرجان بعلبك، لأنه هو مهرجان الستين وهو المهرجان أم الحفلات بالعالم، أو من أعظم أماكن الحفلات بالكون أنا بعتبر. معنا فوق 150 شخص على المسرح، خدين الجمهور معنا على رحلة من بعلبك تنطلق على طريق الحرير. بتبدأ من بعلبك المشوار وبيمروا من بعلبك على عمان، من عمان على الهند، من الهند على الصين، من الصين بيقطعوا صحراء تاكلا مكاني اللي كان من اصعب الصحارى يقطعوها، بيوصلوا على سمرقند، من سمرقند على اصفهان وشيراز، من شيراز بيمروا على فينيس كمان، ومننا بنرجع بنجي على بعلبك. مهما يدهر تشيب ويشيب الزمان، والسنة عم نحتفل بسنة 55 لوجودنا مع كاراكلا وبعلبك. أنا مهم يبقى الدنيا شي صوت من لبنان. دوري دور الوالي يلي عم بيبارك مهرجان الستين لتأسيس مهرجانات بعلبك. بعلبك يا عز الوطن يا عين سهراني. دوري الأمير تيمور اللي بيضحي بعرسه بيترك عروسته لاكتشاف العالم والحضارات. أنا المطرب بالعرس، صديق العريس، مستقبل العريس بعد بعثتهم من الصين وهاللفة العالمية اللي بيبرموها. يا فرحة الأكوان بعيدك الستين. دوري ابن ماجد أمير البحار الميرانتي يلي بيقود الرحلة يلي بينطلقوا فيها من لبنان. دوري أحد أشخاص البعثة يلي بيسافروا على كل بلاد العالم لنكتشف الطرقات. عزمنا ضيوف من الصين وضيوف من الهند. أول ما بلشنا نحضر عزمنا الكوريغراف الهندي والكوريغراف الصيني، إجوا قعدوا معنا فسرناهم شو الموضوع شو اللي حنقدم وعطيناهم الجايدلاينز والموسيقى، وهن رجعوا راحوا يشتغلوا مع فرعون. هلا هن محضرين لوحات معينة بس أكيد ما نفوتهم بالعمل الكامل وبالقصة الكاملة. هيدا العمل عمل كاراكلا، هيدا أنا بعتبره من أضخم الأعمال يلي تقدمت بعلبك بهالتاريخ. هيدا مهما طريق الحرير مثل ما جمعت الناس كمان هالعمل هيدا عم بيجمع فرق كتير من أنحاء العالم. 能站在您的御前是多么的荣幸啊。 من لبنان جئنا حاملين تحيات شعبنا لجلالتكم. لبنان باقي بثقافته بشعبه بحضارته كمان هو تلاقي حضارات طريق لبنان. لبنان هو جسر ما بين الشرق والغرب ذات الوقت.